تنهنيكم تنهنيو جمعية منتدى الآفاق للثقافة والتنمية وكذلك اتحاد كتاب المغرب فرع أفريقيا على نجاح الدورة، ونتمنى أن فعلا أن يكون فيها تلبس مقومات تكامل والوحدة بين الشعوب المغاربية ولما الشعوب العربية. كما أكيد أن في الدورة هذه بان التنوع الثقافي والغنى الثقافي ديال المغرب وديال البلدان المغاربية تترحب بكم، والجمعية ديال الأصدقاء الاقتصادية والتنمية والبيئة والسياحة إن شاء الله تقدم لكم من خلال الرحلة اللي غادي نديرو الرحلة السياحية اللي غتكون إن شاء الله ممتعة، غادي تشوفوا الغنى ديال التنوع البيولوجي والغنى الطبيعي ديال المغرب، والمغرب سواء من جنوب الصحراء المغربية إلى جبال الأطلس إلى مرورا عبر هضبة والدغاء عبر فوسفات وصولا إلى الريف وصولا إلى الشمال المغربي. المغرب غني متنوع ثقافيا وطبيعيا وجغرافيا، هي مقومات الوحدة والتكامل بين الشعوب المغاربية والشعوب العربية. مرة أخرى نرحب بكم في المنصبة باسم جمعية الأصدقاء الاقتصادية والتنمية والبيئة والسياحة، وأيضا باسم المجلس البلدي لمدينة القصيبة شخص رئيس المجلس البلدي. وباسم نيابة طبعا عن الأعضاء ديال المجلس البلدي كنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم، وانا جد مسرور بالتواجد ديالي امام او وسط هذا النخبه ديال المثقفين، وسما في غون بليزير صراحه انني نتواجد وسطكم. وكما هضر ما غاديش نكرر داكشي اللي قال السي ابراهيم على يعني على اللقاء اللي غادي يكون هو فرصه لواحد التبادل ديال الثقافي ويعني تبادل ديال الخبرات وتبادل ديال التجارب، وانما غادي نخليش الهدف ديال هاد لاجورني اللي هو غادي يكون يعني واحد روندوني توريستيك اللي انا بصفتي كرئيس ديال المجلس البلدي انا الرؤيه اللي عندنا اننا هاد المنطقه هادي في لافيزيون ديالنا اننا نمشيو بها في اتجاه اننا نشجعوا السياحه الجبليه التضامنيه في هاد المنطقه هادي نظرا لما تزخر به من يعني من موروث ثقافي موروث يعني تاريخي طبيعي. كاين مجموعه من الاشياء اللي هي جميله جدا وتدخل في يعني في الجانب الايكولوجي. كاين واحد لو سيت هنا ديال لا بيوديفيرسيتي اللي تيتكون من اكثر من 413 نوع ديال النباتات اللي هو لو سيب ديال اي تويرا، وكاين دي غروت وكاين دي غروني اللي كتسمعوا دي غروني او شقال اللي عنده واحد يعني واحد موروث تاريخي. وصفتي ايضا كرئيس واحد اتحاد ديال الجمعيه التنمويه اللي كنشتغلوا في اطار السياحه الجبليه، درنا دي توبو غيد ديال المنطقه، درنا ايتيدي لي سيركوي بلافون ديالهم بلا فلور ديالهم بلو دوغري دو لا ديفيكولتي ديال المسار يعني بالزمان بهذا، ودرنا في اطار شراكه مع مجموعه من الشركاء حاولنا باش اننا نبنيو دي جيت توريستيك دي تاب اللي كيستهدفوا او اللي كيستافدوا منهم مجموعه من الاسر المعوزه. وكاين يعني دي كومبينغ هنا في لونتوراج ديال مدينه القصيبه اللي يعني وهذا الشيء هذا تيدخل في اطار شمولي باش اننا نشجعوا هذا المجال ديال السياحه الجبليه اللي كتعتبر قاطره ولوفيه ديال التنميه المحليه. ومره اخرى تنرحب بكم كمجلس بلدي، ولنا ان شاء الله فرص اخرى ان شاء الله نشوفوا، هذه فرصه اولى وان شاء الله غادي نعاودوا نشوفوا ان شاء الله. يقول المثل الشعبي صدفة أحسن من 100 ميعاد. أنا جايز من هنا قيل لي راه كاينة واحد المجموعة ديال ناس من عدد من الدول الشقيقة وفي مقدمتهم الأستاذ الذي ينتمي إلى بلاد مليون شاعر.
نتكلم كذلك عن ممثل، يعني ممثل ربما مليون شاهد، العراق الحبيبة. أنا سررت ربما قيل لي بأن كاين هنا فرع ديال اتحاد كتاب المغرب، وأنا من كتاب المغرب، أنا وصديقي من كتاب المغرب، وهذا الفرع ديال مدينة خريبكة، وفي مدينة خريبكة أنا في الدار البيضاء معروف خريبكي. لأنني عملت كنائب وزير التربية الوطنية بخريبكة، ولكن أكثر من هذا أنا كنت ولا زلت من محبي أولمبيك خريبكة.